سمات متعلقة بمخاطر سوء المعامل، والذي نعتقد على أن هذه الدراسة كذلك وخفاص عندها. سمات متعلقة بمخاطر سوء المعاملة، 7% من الأحداث سبق أن تعرضوا لسوء المعاملة، 5% تعرضوا للتعنيف، بينما 5% من الأحداث تعرضوا للإهانة، وتعرض حدث واحد للتهديد، و 64% من الأفعال ارتكبها معتقل آخر، و 36% ارتكبها موظف، بمعنى على أنه العنف له ازدواجية، العنف من القرائن بمعنى الموجودين معهم داخل المؤسسة السجنية، و 36% مرتكبة من طرف الموظف. 8 المعتقلين أبرغوا الإدارة عن تعرضهم لسوء المعاملة، بينما يقوم 4 معتقلين آخرين بالتبليغ، تبين أنهم ضحايا مزعومين للمسؤولين. 11% من المعتقلين الأحداث اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية، وذلك بمعدل مرة واحدة ضمن 8 معتقلين، ومرتين ضد معتقلين 2، وثلاث مرات ضد نازل 1. السمات المتعلقة بالولوج إلى العدالة والوصول إلى الدفاع، كذلك هذه السمات ربما ستساعدنا على مفهوم المساعدة القضائية، وأن المساعدة القضائية المخصصة للأحداث باعتبار بأنه الحدث لا يمكن أن يحكم إلا بوجود محامي بجانبه. وتحدثنا في وضعية العائلة على أنه هو العائلة الهشة، والعائلة لا تقدر أن توفر محاميا في إطار مؤازرة من أجل دعم لابن ديالها، تلجأ إلى المساعدة القضائية. ربما وقفنا على بعض المقتضيات وبعض المؤشرات اللي يمكن كذلك أن تسائلنا حول وضعية المساعدة القضائية وارتباطها بالولوج إلى العدالة والوصول إلى الدفاع. إذا الأرقام التي أقدم لكم على أنه 79% من الأحداث المعتقلين لديهم إمكانية الاتصال بمحامي، بينما 21% ليس لديهم أي محامي. 88% من الأحداث استفادوا من خدمات المحامي بالتوكيل من الأسرة، في حين أنه بنسبة 12% منهم فيتعلق الأمر بمحامية متعينة في إطار المساعدة القضائية. 30% فقط سبق لهم الاستفادة من زيارة محامين وبوتيرة تتراوح بين مرة واحدة بالنسبة 44%، وأكثر من 5 مرات بالنسبة 15%. 70% من المعتقلين الأحداث لم يلتقي بمحامين إلا أثناء المحاكمة، وهذا مؤشر آخر ربما يعطي على أنه حتى الحدث عندما يتقدم إلى المحاكمة ولا يكون هناك اتصال معه بمحامين، وتقترن قانونيا والإحساس بالذات على أنه هناك شخص مؤهل قانونيا للمساعدة، ربما وضعيته تكون وضعية مقلقة ووضعية يمكن أن تسائل الجميع حول هذه الظاهرة التي هي أكثر انتشارا بعد المحاكم الإسلامية.